مرحبا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة من برنامج حوار خاص وحوارنا متواصل معكم من العاصمة الأمريكية واشنطن وهذه المرة ضيفنا شخصية مميزة وتحتل موقعا بارزا في المشهد العراقي أنه رئيس السلطة التشريعية في, في العراق رئيس البرلمان العراقي دولة الرئيس نجيفي مرحبا بك في هذا الحوار حقيقة وأود السؤال انطلاقا من وجودنا هنا في واشنطن أنت التقيت وزير الخارجية قبل يومين واليوم التقيت وزير الدفاع تشاك هيغل وفي انتظارك لقاء مهم جدا مع الرئيس ونائب الرئيس حقيقة ما يبدو مهما في مجمل هذه اللقاءات أنك تمثل صوتا قد لا يبدو في توافق ما كامل مع راي الحكومه الذي تسمعه عاده واشنطن برايك اين الاهميه في سماع مثل هذا الصوت؟ شكرا انا طبعا اعتقد ان الولايات المتحده لها دور اساسي في القرار العالمي وفي المنظمات الدولية وفي التأثير على الشرق الأوسط والعراق وضرورة أن تكون الصورة واضحة لدى صاحب القرار الأمريكي في حقيقة الوضع العراقي وحقيقة ما يدور في منطقة الشرق الأوسط من الاتجاهات الفكرية والمعالجات والتجربة الديمقراطية واستقرارها في العراق والمخاطر التي تتهددها والإجراءات التي تتم في بناء دولة العراق كل هذه الأشياء لا بد أن تكون واضحة ونحن نتكلم معهم بكل صراحة ووضوح ونحتاج أنه يتفاعلون مع مثل ما قلنا منطق الأشياء وحقيقتها فالزيارة تكتسب أهمية والصورة الواضحة أساسية في حل المشكلة العراقية لأن يعني الصور الغير واقعية والتي تنقل وجهة نظر أحاديث الجانب أو تنطلق من مصالح جهات محددة ستكون كارثة على البلد باعتبار أنه ستكون الإجراءات أيضا غير متسقة مع متطلبات واقع الحياة العراقية مم. فاللقاءات كانت مهمة وشرحنا الوضع العراقي مثلما نراه والمخاطر التي تتهدد بناء العراق والتي مهم. هي مخاطر جدية هناك انحرافات حقيقية في تطبيق الدستور في الفصل بين السلطات في حقوق مهم دولة الرئيس الحقيقة من الجيفي مهم جدا هذا الكلام هل أنت على يقين أن امريكيين قادرون على يعني تتبع مسار هذا الانحراف او مجموعه الانحرافات التي تحدثت عنها ام انهم بحسب معرفتك غير معنيين بهذا الامر تاكيد خف الاهتمام الامريكي بالعراق خلال م -م. السنوات الماضيه وكان اهتمام بملفات اخرى القضيه السوريه وقضايا م -م. اكثر سخونه ولكن ولكن العراق هذا هو مسؤوليتهم القانونيه والاخلاقيه أيضا. يعني هو هذا عراق حصل. هم صنعوه هم وضعوا مساراته هم وضعوا ملامحه وبالتالي هم مسؤولون حتى بحكم الاتفاقيه الموقعه مع الجانب العراقي بانهم عليهم التزامات كثيره نعم انا قلت هذا الكلام مع وزير الدفاع ووزير الخارجيه نعم الولايات المتحده مسؤوله اخلاقيا وقانونيا عن م -م. حماية التجربة العراقية نعم. التجربة التي من المفترض أن تبنى بطريقة صحيحة وأي وأن تدخلات تكون مثالا حتى. في هذه التجربة تدخلات سلبية تحاول أن تحرف المسار يجب أن يكون هناك نوع من الضغط الدولي نعم. على جهات المتدخلة في الشأن العراقي بحمايته من الهجمة الإرهابية بحمايته من التأثيرات الإقليمية بحمايته من التفكك المجتمعي الذي بدأ ينخر في جسد العراق، إذا فشلت التجربة العراقية فقد انهارت الصورة التي حاولت الولايات المتحدة والعالم أنه تبنيها في العراق، أن تجربة ديمقراطية لها ملامح متقدمة جدا تتفق مع المعايير العالمية، ولكن هذا الأمر فيه انحراف كبير وأنا أعتقد الولايات المتحدة ليست منقطعة عن العراق لديها سفارة كبيرة ولديها تواصل كثير ولكنها تتأثر أيضا ببعض عوامل الضغط الموجودة في واشنطن من بعض الدوائر بعض عوامل الضغط التي اللوبيات الموجودة ممكن أن تؤثر على صانع القرار في بعض الأشياء نحن أردنا أن نوصل الصور الحقيقية التي نراها و تأكيد يعني هذه فرصة تاريخية انه تصل هذه الصورة وانا لدي شرح تفصيلي وهناك رسالة سأقدمها غدا للرئيس السيد النجيفي ماذا سيقول للرئيس اوباما؟ نعم هناك رسالة فيها رؤيتي حول العراق والحلول المناسبة ومسؤولية المجتمع الدولي لحماية الانسان العراقي والديمقراطية في العراق وعدم الانجرار وراء مشاريع غريبة يراد ان تنفذ في العراق بحجج وتحت عناوين معينة، يعني مكافحة الارهاب كلنا مع مكافحة الارهاب ولكن لا يستخدم هذا العنوان لقمع الشعب العراقي او لضياع حقوق العراق او لدخول مشاريع غريبة على الجسم العراقي، وبالتاكيد سيتغير هذا الجسم ومعالم العراق فالرسالة غدا سأسلمها للرئيس الأمريكي فيها رؤيتي حول العراق وحول الحلول المناسبة للقضية العراقية من منطلق الالتزام الأخلاقي ومن منطلق <applause> اتفاقية الشراكة الموجودة التي تلزم الطرفين بالتفاهم والتعاون وحماية التجربة و الاتفاق ال... ال... الاطار الاستراتيجي الذي وافق عليه البرلمان في الدوره السابقه وانا اعتقد انه لا بد من عوده الاهتمام بالإراد. شخصيا دوله رئيس انت ترى في الجانب الامريكي طرفا اساسيا يمكن الوثوق به الجانب الامريكي حقيقه هي يعني دوله كبيره ومهمه وهناك مشارب مختلفة في الكونغرس وفي الإدارة لا. ولا نستطيع أنه نضعها تحت أنا أقصد واحد. تحديد أنا أقصد هنا تحديدا في السؤال للإدارة لأن تعرف دولة الرئيس القرار التنفيذي هو قرار الإدارة أقصد الإدارة هل شخصيا هل يرى السيد أسامة النجيفي أن الإدارة الأمريكية طرف مهم يمكن الوثوق به؟ لا نقول ثقة مطلقة وكاملة هم لديهم مصالح نحن لدينا مصالح ونحن نحاول أن نحقق مصالح العراق من خلال هذا التواصل وبالتأكيد الولايات المتحدة هي لا تعمل فقط لـ نقول لمصلحة العراق لديها طبعا هي ليست جمعية أخرى. خيرية يعني لديها رؤية وتوازنات معينة في المنطقة لا نستطيع أن نحصر كل الولايات المتحدة بالقرار العراقي أو بالمصلحة العراقية ولكن أنا كعراقي وكمتحدث من الشعب العراقي ودافع عن مصلحة العراق وأحاول أن أؤثر على القرار الأمريكي لمزيد من الحماية للتجربة العراقية والدفاع عن حق المواطن العراقي يبدو تحدثت دولة رئيس عن كونك ممثل للشعب العراقي هل ستلتقي ممثلي بين قوسين الشعب الامريكي في الكونغرس نعم طبعا هناك ايضا لقاء كيف ترى ان ممثل ان اعضاء الكونغرس يعني يبدون على مسافه من الاداره بل يبدون وكانهم ناقدين للاداره الامريكيه في المواقف العراقيه حتى الديمقراطيين منهم ليسوا كثيرا على توافق تام مع الاداره الا تعتقد ان من المهم من المهم أيضا معرفة هذا الصوت مدى تأثيره على القرار الأمريكي تأكيد هناك صراع سياسي في مجلس النواب ومجلس نعم. الشيوخ الأمريكي وديمقراطيين والجمهورين ولديهم انتخابات نحن لن ندخل في هذا الموضوع التنافس الأمريكي ولكن مؤكد. نتكلم نعم. حول أنا. نعم. تأثيرهم على الوضع العراقي هناك قرار مهم في مجلس النواب الامريكي ومجلس الشيوخ حول العلاقات مع العراق وحول تسليح العراق وحول التعاون مع الحكومه العراقيه وكثير من الاشياء التي الكونغرس الامريكي صاحب قرار حقيقه يستطيع نعم ان يعطي في ويمنع نعم في قصه وهذا مهم جدا دوله الرئيس حقيقه ما تقوله دقيق ومهم لانه فعليا قصه التسليح هنا اليد الطوله هي للكونغرس في في اقرار وتمرير صفقات التسلح اي موقف للسيد النجيفي حيال قضيه تسليح او امداد الجيش العراقي بالاسلحه من الطرف الامريكي اقصد نعم نحن مبدئيا مع بناء جيش عراقي قوي ومتوازن جيش وطني بعيد عن السياسه يدافع عن حدود العراق ويكون حاميا للشعب العراقي وللتجربه العراقيه ولكن لدينا ملاحظات حول بناء الجيش الجيش لم يبنى بالطريقه الدستوريه التي نص عليها الدستور ولم يمثل التوازن العراقي ولم تقصد التوازن الطائفي والعرقي توازن المكونات العراقيه نعم هذا موجود في نص الدستور الماده 9 تشير الى توازن وتكامل وتماثل في مؤسسات العسكريه هذا لم يحصل يعني القرار هو في اتجاه مركز في اتجاه ومهمل في اتجاهات اخرى والجيش غير بعيد عن التدخل في السياسه قد انخرط ما هي اشكال تدخل الجيش العراقي في السياسه؟ هذا ممنوع دستوريا ما هي الاشكال اليوم اقصد؟ الاشكال هو يعني قريب من من بعض الجهات في السلطه التنفيذيه و يستخدم في الموضوع الانتخابي ويمارس بعض انواع الضغط على خصوم سياسيين وكثير من التصرفات والولاءات تنحصر باشخاص وليس للرايه العراقيه او الشعب العراقي او هذا من بعض القيادات في المؤسسه الامنيه وهذا امر خطير جدا تدين بالولاء لاشخاص وليس للعموم الشعب وهذا يجب ان يلاحظ ويتابع ونحن نقول نريد الجيش الصورة المثالية التي يتمناها كل عراقي هذا الجيش مطلوب أن يسلح والتسليح متاح بموجب الاتفاقية الإطار الاستراتيجي فنحن نؤكد على تسليح الجيش فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ولكن في نفس الوقت أن لا يستخدم هذا السلاح بأي شكل من الأشكال تجاه الشعب العراقي وقد استخدم في السنة الماضية في بعض الحالات ضد الشعب العراقي قضية الحويجه في الفلوجه في الموصل في كثير من الاجراءات هذا سيخرج الجيش ويخرج التسليح من المنطق القانوني او الاطار القانوني فنحن نؤكد على هذه الحاله وقد ذكرناها هذا اليوم في الاجتماع مع وزير الدفاع الامريكي انه نحن مع تسليح الجيش بما يلزم لمكافحه الارهاب وهذا مشروط بعدم استخدام هذا السلاح ضد الشعب العراقي بأي شكل من الأشكال وطبعا هناك تفاصيل كثيرة لهذا الموضوع نوع السلاح وكيفية استخدامه والضوابط والتأكيد نحن نسعى أنه يعاد النظر بالخلل الموجود داخل القوات المسلحة من خلال القيادة الصحيحة ومن خلال التوازن ومن خلال الالتزامات القانونية التي تحتم على هذا الجيش أنه يكون جيش لكل العراقيين وليس لجزء منهم دولة الرئيس الحقيقة ماذا ستعطي الولايات المتحدة من أسلحة العراق هو بالتأكيد هناك أسلحة خفيفة جهزت وتجهز الآن لمكافحة الإرهاب وبعض الصواريخ التي تحمل على الطائرات تستهدف يعني أهداف محددة ممكن في الصحراء أو ضد المعسكرات الارهابيين وما شابه. مه. وبالتاكيد هناك تعاون امريكي في المسح الجوي والطائرات المسيره بدون طيار وشيء من هذا. اما التسليح الاكثر يعني فاعليه الدبابات والطائرات الاباشي او الطائرات الاف 16 فهذه مؤجله الى الاشهر اللاحقه ما بعد الانتخابات. حتى طائرات الاباشي مؤجله؟ نعم كلها مؤجله. بوصفه انه طائره تستخدم في ملاحقه المجموعات المسلحه ايضا يعني هو العراق اعتقد يسعى الان لتاجير بعض الطائرات وشراء بعض الطائرات م -م. وهذا الامر لا زال قيد تاجير جراسة. من الولايات المتحده نعم. دولة الرئيس الحقيقة هناك من يقول ولماذا اليوم الولايات المتحدة تقوم وهذا أمر بات طبيعيا بقصف أهداف منتخبة في اليمن بشكل يكاد يكون دائم لتجمعات القاعدة تفعل الأمر ذاته في أفغانستان تفعل الأمر ذاته في باكستان لماذا لا تفعله في العراق حقيقة هذا المفروض يكون قرار متفق عليه وتدخل في سيادة الدولة وتسيير يعني طائرات هل, بات هل بات البات العراق قويا بحيث يمنع الولايات المتحدة من تنفيذ هذا الأمر أنا لا أدري إن إذا هناك رغبه امريكيه في انه يتدخلون بهذا الشكل لا ادري والعراق لم يطلب مساعده من هذا النوع يعني لا زال الامر في مقدور القوات العراقيه انه تتعامل مع الاهداف الارهابيه ولا اعتقد انها بخطوره الوضع في اليمن او خطوره الوضع في افغانستان هي مختلفه تماما. دوله ر... دوله الرئيس حقيقه شكرا جزيلا هذا يعطينا مؤشر للانتقال الى وضع الانبار بوصفه العنوان الابرز للازمه العراقيه الراهنه اليوم ولكن بعد الفاصل اعزائي المشاهدين تابعونا سنعود بعد فاصل قصير اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين الى هذه الحلقه من برنامج حوار خاص ومن واشنطن نحاور رئيس البرلمان العراقي دوله الرئيس اسامه النجيفي مرحبا بك مره ثانيه حقيقه كنا توقفنا عند الفاصل عند عنوان الابرز والاعرض للازمه العراقيه اليوم الانبار ما الذي يحصل في الانبار ارهاب حراك شعبي اعتقالات ظلم مواجهه طبيعيه داعش ما الذي يحصل الانبار ثقل اساسي وعشائر كريمه وتاريخ عظيم واهل الانبار قد طالبوا بحقوق مشروعه على مدى اكثر من عام وكانت حقوق طبيعيه جدا لم يطلبوا اكثر من العداله والمساواه مع بقيه مناطق العراق ولكنهم لم يعاملوا بالطريقه الصحيحه ولم يحترموا كاحترام حق المواطن في التظاهر والمطالبه بصوره سلميه دستوريه بما يراه مناسبا. بل تم التعامل معهم باستعلاء وباتهامات وبتخوين وبازدراء بطريقه لا تتفق ابدا مع ما الزمن الدستور ومع حقوق المواطنه ومع ما يربط العراقيين من من ثوابت. و هذا الازدراء دوله الرئيس آه. عفوا في التعامل مع الانبار من كان وراءه كيف تجلى هذا الازدراء ما السبب اليه وماذا كان يهدف وتحديدا هنا انت تشير الى ازدراء من قبل الحكومه المركزيه هو نوع من سوء التصرف سوء التصرف ام قصد وراه لا سوء تصرف يعني هناك من أنا... يقول هناك من يقول وهو الأمر جلي إيه لك وجلي للجمهور الكريم، يقال انه كسر ظهر الانبار هو كسر ظهر السنه في العراق. هل بدا الامر وكانه الحكومه تحديدا يعني رئيسها يتعامل مع الامر على هذا النحو كما يقال طبعا. وطبعا لم مثل قلت لم يتم التعامل معهم بصوره صحيحه. وهذا ينبع من التخوف من قوة تحاول أن تأخذ مكانها في العملية السياسية بطريقة مشروعة تم تجاوزها في الماضي وحصلت أخطاء أيضا بعدم المشاركة بصورة صحيحة وعندما عادت إلى المشاركة منعت واستهدفت وتم التجاوز عليها ومحاولة إبقاء خارج دائرة التأثير الذي مفترض أن يناله كل عراقي فهذه الهجمة الفكرية والعسكرية والإدارية كلها تنطلق من مخاوف ومن نظرة ضيقة لكيفية التعامل مع المكونات العراقية وأنه تعامل ضمن دائرة المسؤولية لا أنه ننحاز إلى طرف و نتوجه بالعداء والسوء التصرف تجاه الأطراف الأخرى فما حصل في الأنبار مثل ما قلت هو سوء إدارة الأزمة من كيف انطلقت أنا أعتقد لها مجمل قضايا من ضمن عدم القدرة على استيعاب الآخرين والوساوس التي تراود بعض الشخصيات في العراق من ظهور قوى سياسية بصورة طبيعية والتنافس السياسي ومساءلة المسؤول حول ما يفعل في البلد كل هذه الأشياء دفعت إلى التصرف بعدوانية تجاه الأنبار ومحاولة أنه يقمع هذا الصوت ويتم الإخماد هذه التظاهرة السلمية الدستورية التي لم ترفع سلاحا ولم تهدد احدا. انا لا انفي ان هناك بعض الشوائب حصلت هنا وهناك اثناء المظاهرات، بعض الشعارات الغريبه، بعض الشخصيات المتطرفه، ولكن السمت العام لهذه المظاهرات كان مطالب عادله مشروعه وسلميه وليس فيها نفس طائفي او نفس عدائي. طبعا هذا الموضوع يعني من يريد ان يكسر ظهر الانبار حقيقه مخطئ جدا مه. لا الانبار ولا اي محافظه عراقيه ولا اي قبيله عراقيه ممكن ان تكسر مه. لكن ممكن ان يتم الضغط عليها لتعود بعد فتره من الزمن وتاخذ دورها سواء اراد الفاعل او لم يرد وقد مرت تجارب في العراق كثيره مه. في النظام السابق حاولوا كثيرا انه يضغطون على احزاب معينه وعلى شخصيات معينه وعلى مكونات معينه ولكن دار الزمان دورته وتغيرت الامور والان ارجو ان نستفيد من الاخطاء الماضي لا نعود ونسكن في مساكن الذين ظلموا ونعيد فعلهم من جديد فانا اقول يجب ان يكون هناك احترام لراي الانبار وراي كل من يطالب المطالبة السلمية المشروعة نجلس معه ونستمع إليه ونحاول أن نحل الأمور بطريقة دستورية وقانونية ومن منطلق الشراكة في الوطن اتهمت الأنبار أنها قاعدة واتهمت قبائل الأنبار أنها متطرفة وأنها تفجر وتقتل وتهدد وهذا غير صحيح أبدا القاعدة شيء صحيح. شي... إذن. القاعدة موجودة ولكن ليس كل ما في الانبار هو قاعده. لا يجوز ان نتهم هذه العشائر الكريمه انها قاعده. هي قاتلت القاعده وانتصرت عليها في سنوات سابقه ولكنها لم تعامل بما يلزم من احترام ومن تقدير ومن مشاركه في خيرات العراق. الصحوات التي قاتلت القاعده وحسمت المعركه عوملت بطريقه سيئه جدا. وتم تجويعها واستهدافها من عملها بهذا الطريق؟ الحكومه العراقيه. واستهدفت بطريقه اضعفت روح المقاومه لديها وروح ال 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 الاصرار على بتر الباطل وبتر ال ال الارهاب. رواتب قليله لم يتم الايفاء بالوعود في انخراطها بالقوات المسلحه تم اتهامها بالارهاب اي دعوه كيديه يزج في السجن واغتيل كثير من شخصياتهم فاصبحت بين نارين، نار القاعده التي حاولت ان تعيد الكره وتنتقم منها ونار الحكومه واجراءاتها الفاشله في التعامل مع هذه الظاهره الفريده من نوعها. وعدنا انه حصل شرخ كبير بين هذه المناطق وبين هذه القبائل وبين الحكومه وهذا الشرخ سبب بيئة خصبة <applause> لعودة القاعدة من جديد وأن يكون لها صوت في الأنبار ولكن مع هذا ومع الجرح العميق الذي أصيبت به هذه المناطق من سوء تصرف الحكومة قاتلت القاعدة مرة أخرى والآن يجب أن يكون هناك ضمان لهذه الناس التي تقاتل أنه يتم ما حزام ما حجم وجود القاعدة دولة الرئيس في الأنبار وليس في الأنبار حسب على و... انت ابن نينوى مثل ما انت ابن العراق وتعرف تماما ما الذي يعنيه وجود القاعده في ال... في مناطق نينوى ما حجم حقيقه هذا يقال ان هناك تهويل من حجم وجود داعش في العراق انا حسب معلوماتي مئات الافراد ليس اكثر يعني في الامضار و... ولكنهم يقتلون كثيرا يعني نعم هم طبعًا لا يمر لا يمر يوم في نينوى دون حدوث عملية قتل واسعة هو ليس كل القتل له جانب يعني الإرهاب هناك قضايا كثيرة تتم في مجتمع لا أقصد أن استهداف القوات المسلحة نعم بالتأكيد القاعدة موجودة وتستخدم البيئة الغير مستقرة البيئة التي تشعر بالظلم وتستوطن فيها وتحاول أن تؤثر على المجتمع لي يدعمها بشكل من الاشكال. الحكومه واجراءاتها لم تكن بالمستوى المطلوب، ولم تكن صحيحه في كسب الجمهور وقطع الصله، هذا هذا الحبل السري الذي يغذي القاعده، قطعها باجراءات قانونيه، اجراءات مسؤوله تجاه الشعب. والاطراف التي دخلت من داعش والقاعده الى الانبار مئات ليس اكثر. يعني مهم. في الفلوجه يقدرون العدد ب 200 تقريبا شخص الذين دخلوا وموجودين داخل الفلوجه. ولكن نتكلم حول مدينه فيها نصف مليون انسان. الان يتم التعامل مع الفلوجه انه القاعده قد سيطرت على الفلوجه وتحكمها ويجب ان تستهدف من الجيش او تقصف بالمدفعيه او تهدد بشكل من الاشكال. فلنكسب هؤلاء الناس وتنتهي القاعده في ساعات. تعتقد هذا مهم هذا الرهان ان الحكومه العراقيه كسبت الناس في الانبار ام خسرتهم؟ لا لم تكسب الناس، يعني هذه التجربه التي ذكرت قبل قليل تجربه الصحوات وما حصل من نتائجها ولكنها دوله الرئيس كسبت سياسيين من الانبار، كسبت شيوخ عشائر من الانبار يقفون الى جانبها بقوه، بل ان ان سيد رئيس مجلس الوزراء استخدم مواقف في مواقف كثيره استخدم تصريحات ومعلومات اكدها له عن تحول ساعات ساحات الاعتصام الى ملاجئ للقاعده عبر شخصيات انباريه، إذن الازمه هناك ازمه انشقاق داخل داخل اهل الانبار ذاتهم، هناك من يبدو وكانهم اذرع للحكومه تضرب من تشاء، مثل هذا الامر هل هو موجود أنت كيف تنظر إليه كيف تتعامل معه؟ أنا لا ألوم أي شخص يقاتل القاعدة الآن بل أدعمه وأشد على يديه. هؤلاء الشخصيات وهذه القبائل قاتلت القاعدة ليس حبا بالحكومة ولكن كرها بالقاعدة وهناك دماء كثيرة قد سالت بين هذه القبائل والقاعدة في الحروب السابقة no. وهذه العشائر انتفضت عندما علمت أن القاعدة قد دخلت إلى بعض مناطق الأنبار سيطرت على مناطقها ولم تسمح للقاعدة بالدخول فيها في كثير من مناطق الأنبار وقاتلت القاعدة منذ اليوم الأول حتى قبل أن يكون للجيش أو للقوات المسلحة دور فأنا لا ألوم هذه الشخصيات بل على العكس ولكن أدعو الحكومة أن تتعامل مع ملف الأنبار بواقعية ليس كل ما موجود في الانبار هو قاعده. هناك قاعده بحجم قليل وهناك نوع من التمرد السياسي والرفض لاجراءات الحكومه ودورها في الانبار وهذا هو الغالب على وضع الانبار السياسي والامني. فالحل يجب ان يكون بمسارين. مسار دعم هذه القبائل لقتال القاعده وتقديم ما يلزم من اسلحه و اموال واجراءات محدده وفي نفس الوقت المسار السياسي الذي يجب ان يصب في كسب هذه الناس الى العمليه السياسيه من خلال تقديم ما يلزم من حقوق مسلوبه منهم وخدمات لم تستوفى من قبل الدوله وصلاحيات قد تم الاعتداء عليها من الحكومة المركزية ومعتقلين بالمئات وبالآلاف بغير وجه حق يوم أمس تم اعتقال خمس نساء بحجة أن أولادهم قد هربوا من السجن هل هناك قانون يتيح للدولة أن تعتقل شخص بدل آخر هذا هو منطق الفشل في في التعامل مع الشعب العراقي فالمسار الف السياسي الف هو الفشل المهم الفشل هنا يتحمله دولة الرئيس شخص واحد هو القائد العام أم إنه هذا الفشل فشل منظومة دولة أو سلطة تتمع إلى أن تكون دولة هي لا زالت في مرحلة السلطة يعني هذا فشل نظام أم فشل شخص وحقيقة كلها مشمولة يعني هو النظام بحد ذاته يتصرف بطريقة غير دستورية مع المجتمع العراقي. هناك ضغط على القضاء هناك تسييس للجيش هناك انتهاكات لحقوق الانسان هناك منظومه فساد تنخر في الدوله عدم احترام للشعب هذه كلها عوامل لا نقول ان شخص واحد مسؤول عنها ولكن مجموعه عوامل ضغط ومجموعه قوى سياسيه مسؤوله عنها ونحن يجب ان نبني الدوله مثل ما قلت وليس السلطه فعلا هو الان هناك سلطه اكثر منها منظومة دولة لأنه التصرف لا ينبع من قرار مؤسساتي بمسار قانوني وقناة قانونية محددة هناك نوع من الإجراءات التي تخرج من هذا الإطار فنعود إلى الأنبار نقول يجب كسب أهل الأنبار من خلال الحلول السياسية وهي التي ستكون فاعلة في القضاء على القاعدة وتجفيف أي حاضنة للقاعدة في الأنبار وأن نستطيع أنه نحقق الاستقرار السياسي ونحقق تخلص جسم العراقي من هذا الفيروس فيروس الإرهاب الذي رأى بيئة خصبة تساعد على الدخول ولكن إذا استطعنا أن نحصن هذا الجسم سياسيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا من هذا المرض فقد أنقذنا العراق ويجب ان تعرف الحكومه جيدا انه لا نجاح في الانبار الا بالحل السياسي، اما الحل العسكري لوحده واتهام كل من يرفض التعامل مع الحكومه انه في خانه الارهاب فقد فتحنا باب جهنم على كل الوضع العراقي ولن تقف القضيه عند الانبار ستمتد الى مناطق اخرى. دولة الرئيس الا تجد ان الحديث يتوجه ب الاشاره الى فشل الحكومه في تامين حقيقه حاجه اهل الانبار وتفهم ما دفعهم الى التعبير عن ذلك سلميا، الا تعتقد انه ايضا مثير يعني للمفارقه ان يكون في هذه الحكومه خمسه وزراء او اكثر من اهل الانبار ذاتهم يعني كيف يمكن ان احمل المسؤوليه فقط لرئيس الوزراء في سوء التعامل معه الأنبار فيما خمسة من وزرائه هم من الأنبار ذاتها ودون أن يعترضون ما الذي يشكل هذا لك يعني منطقيا للمواطن العادي فكيف لرئيس السلطة التشريعية ألا يثير هذا نوع من الغرابة حقيقة هو يعني لا نقول أن كل الناس واعين لهذا الموضوع أو كل الأطراف قد حسمت أمرها أنها تقف مع الـ الـ الالتزامات الدستورية نحن طبعا نلوم كل من يسكت عن الانحراف إذا كان وزيرا في مجلس الوزراء أو كان نائب في مجلس النواب أو سلطة من السلطات لا بد أن تكون ملتزمة بحدود الدستور والقانون وتدافع عن الشعب أنا لا أدافع عن أي شخص سواء كان وزيرا أو نائبا وكل سيحاسب من قبل الشعب على ما قدم ولكن أقول أن إجراءات الحكومة في السنوات الماضية لم تكن صحيحة تجاه التعامل مع مناطق محددة وقد زرعت المظلومية فيها بشكل واضح ودفعتها إلى نوع من روح التمرد والرفض للعملية السياسية وهذا خطأ استراتيجي كبير التجربة أوشكت عن الفشل والانهيار إذا لم نتداركها بإجراءات صحيحة وبشخصيات قادرة على التعامل الطبيعي وأنا أرى في الانتخابات حلا مه. لكثير من مشاكلنا ولكن يجب أن تضمن أنها تكون صحيحة وأن لا تثار كثير من القضايا في هذه الفترة المتبقية من أسألك في هذا الصدد هل دولة الرئيس النجيفي على يقين من أن الانتخابات ستجرى في موعدها لكن اسمح لي اسمع منك الاجابه بعد هذا الفاصل اعزائنا المشاهدين فاصل ونعود اهلا بكم اعزائنا المشاهدين الى الجزء الثالث والاخير من هذه الحلقه من برنامج حوار خاص التي نحاور فيها رئيس البرلمان العراقي دولة الرئيس أسامة الجيفي مرحبا بك سيدي كنت سألتك هل أنت على يقين من أن الانتخابات ستجرى في موعدها هل لديك مخاوف حيال هذا الامر؟ بالتاكيد لدي مخاوف حقيقيه وانا اعتقد ان قضيه الانبار واثارتها في هذا الوقت في توقيتها الغريب ممكن ان تعطل الانتخابات بالاضافه لمزيد من الاجراءات ومزيد من اللغه المتطرفه ومزيد من شحن الشارع والقاء الزيت على النار في وقت نحتاج الى التهدئه ونحتاج الى الاستعداد الهادئ والمتزن والقانوني للانتخابات مه. اجراءات كثيره وتصعيد كثير وشحن شحن طائفي خطير يحصل من بعض اطراف العمليه السياسيه ومن الحكومه يضع علامه استفهام كبيره ان هناك من لا يريد الانتخابات ان تجري في موعدها. لو حصل مثل هذا الامر سيكون كارثة كبيرة لأنه سندخل في فراغ دستوري وممكن أن تبقى الأمور مطلقة على ما هي مع احتمالات المخاطر التي ممكن أن تتعاظم وتتصاعد في هذه الفترة ويصبح كثير من الناس يعني ندفعهم إلى اليأس ندفعهم إلى إلى الخيارات الصعبة باعتبار أنه لا حل لا, لا قرار لا رأي شعب لا انتخابات هذه ستكون كارثة كبيرة السيد في حقيقة يقال أنه حين تكون واقعيا عليك أن تتعامل مع الأشياء حتى ولو كانت فيها نتائج قاسية عليك نفس الوقت هناك لغة أخرى يقال أنه تحاول أن تصل إلى حلول وسطية بطريقة أو بأخرى اليوم يبدو العراق نهبا للتطرف يعني في هذا المعسكر تتصاعد فيه لغة التخوين ولغة الثائر ولغة المواجهة مثلما تتصاعد اللغة في معسكر آخر كيف يمكن للانتخابات أن تشكل لنا أو تشكل للبلاد مخرجا فيما تتقاذف في العراق اليوم قوة تشدد الحقيقية كيف من اين من اين رهانك على ان الانتخابات ستشكل مخرجا للبلاد من ازمتها؟ هو طبعا نحن نقول انتخابات صحيحه انتخابات يكون لراي الشعب الكلمه الاولى والاخيره ونامل انه بموجب الاجراءات التي اتفقنا عليها بالبطاقه الالكترونيه وال الحياديه والامور الفنيه التي تمنع التزوير انه يكون صوره واضحه تماما ونحن نحترم راي الشعب اذا جرت بطريقه صحيحه من يريد الشعب هو الذي سيحكم والشعب هو سيكون مسؤول عن هذا الاختيار <applause> وانا اثق بالشعب العراقي واثق بحكمه لنا او علينا ولكن يجب ان نترك لهذا الشعب الظرف المناسب والجو المناسب والإجراءات الصحيحة ليختار من يشاء وبعد ذلك نقبل النتائج ونخضع لها جميعا أما إذا جرت في أجواء تصعيدية وأجواء تخوين هذا الذي أقصده من السؤال اليوم اليوم الجو يعني الجو الشعبي على الأقل يمكن حضرتك تسمع كلام صادم ولكنه حقيقي اليوم الجو الشعبي جو طائفي منقسم وبقوه، من لا يقول غير هذا نظرته غير واقعيه، من يتحدث عن اخوه وتفهم وعيش مشترك، هذا لا يقول الحقيقه، اليوم في العراق لحظه قاسيه، لحظه الانقسام، كيف يمكن ان تؤدي الانتخابات الى نتائج مصيريه في لحظه الانقسام العسيره هذه. أنا لا أعتقد أن كل ما موجود في العراق هو انقسام طائفي وتشدد وشخصيات متشنجة أبدا هناك في كل طرف من الأطراف نعم. أناس يريدون العلاج ويريدون الحلول الصحيحة ويريدون بناء الدولة التي لها صورة يعني المعايير الديمقراطية المقبولة في كل مكون عراقي هناك أناس من هذا النوع وأنا أأمل أن يصل هؤلاء إلى الحكم أن يكون قرار الشعب باتجاه دعم هؤلاء وأن يتشكل تحالف حقيقي بين قوى من مختلف الأطراف لإدارة البلاد بصورة صحيحة يعني السيد النجيفي ما زال يثق بأن صوت الاعتدال ممكن أن يرجح كفته في العراق؟ نعم أنا لا أقول أننا نتكلم حول معايير مثالية م -م. هناك فعلا انقسام في العراق وهذا الانقسام نتيجة أشياء كثيرة سياسات وإجراءات وإرث تاريخي وإحباط وتدخلات دولية ولكن نستطيع من هذا هذه الصورة القاتمة أنه نخرج معادله وتركيبه تكون علاجا للمشاكل العراق مثل ما قلت في كل طرف من الاطراف هناك اناس متشددين واناس معتدلين وهناك تواصل بينهم وهناك تقاطع في عند اطراف اخرى ف نامل انه يقول الشعب كلمته في دعم هؤلاء المعتدلين الذي يرى فيهم الصوره المناسبه للتعاون في تشكيل تحالف يحقق مصالح الجميع ويعالج الأخطاء الماضية ويعيد الثقة إلى الشعب العراقي أنه هذه التركيبة ممكن أن تنقل البلد إلى طور أفضل وتعالج الأمراض الموجودة وتدفعنا لبناء الدولة التي يستقر فيها الجميع ليست الصورة قاتمة تماما مثل ولكن هذا التفاهم على الواقعيا يقال أنه الانتخابات المقبله سيبرز فيها السيد عمار الحكيم السيد مقتدى الصدر في الوسط الشيعي بين قوسين في الوسط السني سيكون هناك سيد اسامه النجيفي هل يمكن ان يقام تحالف بين هذه الاطراف حقيقه الان أن, ان الهويه الطائفيه ستظل حاضره انا اقول انه ممكن ان يتم التعامل بين القيادات السنيه مع القيادات الشيعيه لتشكيل حكومة مع القيادات الكرديه التي تتقارب في وجهات النظر ولديها نوع من الفهم للمشكله العراقيه ولديها مشروع لمعالجه هذه المشاكل. وهذا امر موجود ولكن لم يحصل اتفاق كامل ولا تحالف نهائي باي شكل من الاشكال ولكن هناك مشاريع مطروحه في في الساحه فالتعاون هذا الثلاثي اذا تم وحكومه تمثل كل الطيف العراقي تستطيع ان مثل ما قلت تضع خارطه الطريق للاصلاح وتستطيع ان تنقل البلاد الى طور افضل على امل انه في السنوات القادمه نستطيع ان نزيل هذه الفوارق بين المكونات العراقيه ونعود الى الصوره المواطنه التي هي اهم من كل الصور ومن كل المسميات الاخرى ونعيد البلد الى المسار الصحيح ولكن لا. الان نحن في مرحله انتقاليه لن تكون مثاليه ولكن الاصلاح والعلاج ممكن حتى في هذه الاحوال بعد كل هذا الالم بعد كل هذه المعاناه المديده التي عاشها العراقيين هل تتوقع ان البلاد ستعود الى فكره المواطنه مره ثانيه هذا الامل موجود من دون فكره المواطنه وعودتها في وقت من الاوقات لن يبقى عراقا واحدا وهذا امر يجب ان نعمل جميعا على تجنبه ولا بد ان نسعى للحفاظ على العراق كبلد واحد مع الحفاظ على الخصوصيه والهويه الفرعيه ولكن الهويه الاولى المواطنه والعراقيه هي الاساس ولكن هذه الفتره الانتقاليه لا بد ان نكون واقعيين ونتعامل بما وصلت اليه الامور الا نبدا في الخيال الا نبني قصر على الرمال يجب ان يكون هناك واقع. واقع هذا الواقع نستخدمه لنقل البلد الى صوره افضل اذا كان هناك تعامل طبيعي بين المكونات العراقيه وبين القيادات المعتدله وفي مشروع واضح للاصلاح أعتقد نستطيع أن نعيد اللحمة من جديد ونستطيع أن نحافظ على هذا البلد بإرثه التاريخي ومستقبله الواعد إن شاء الله دولة الرئيس الحقيقة اسمح لي بهذا السؤال هناك من يقول أن السيد النجيفي أصبح بين قوسين زعيم السنة في العراق حقيقة أنا أمثل الشعب العراقي الآن لا, لا, أقصد الشعب. لا أقصد بوصفك عفواً نعم. بوضع بي هذا الأمر على جنب يعني الصفة الرسمية لا أقول الآن الصفة الشعبية والسياسية والتيار الفكري أن السيد النجيف اليوم بات زعيم للسنة هل الأمر على هذا النحو؟ أنا لا أدعي هذا الأمر ولكن أقول أني أسمي نفسي خادم للعراقيين كانوا سنة أو شيعة أو كرد وهذا واجبي وأتحدث باسمهم أما أن أمثل طيفا واحدا واتقاطع مع الاخرين فهذا ليس شاني، انا اتواصل مع لا اقول في مجلس النواب حتى في الـ في, في التيار السياسي, السياسي انا ابذل جهدي لخدمه العراقيين والقيام بواجبهم ولا يوجد انت تعترض عليه لكونه يضفي عليك هويه طائفيه ان لا لا ليس هكذا يعني انا من يقول انه زعيم للسنه هذا يعني كلمه هي ليست واقعيه، يعني لا يوجد شخص متفق عليه من الكل سواء كان في السنة قال يقال حتى في واشنطن انه وجهت الدعوه للسيد النجيفي على هذا الاساس لا هي وجهت كرئيس البرلمان العراقي وانا الان لدي وفد ولكنها وجهت من الاداره نعم انا لدي وفد يعني. برلماني منوع فيه كل الطيف العراقي نعم من الصابئه والمسيحيين والاكراد والعرب السنه والشيعه والتركمان وهكذا حرصت أن يكون الوفد لإظهار الصورة العراقية ولكني في نفس الوقت أعتقد أن هناك كثير من الأخطاء ارتكبت تجاه مكونات عراقية ولا بد أن تعالج ويجوز أن يكون ثقل السياسي في المنطقة السنية المحافظات التي لنا حضور فيها أكثر من المحافظات الأخرى بحكم الانتماء وحكم النشاط السياسي وحكم الموضوع العائلي والوجود جغرافي ولكن هذا لا يعني اننا ضد الاخرين، نحن نتكلم حول مد الجسور مع المكونات العراقيه وايجاد قياده مشتركه عراقيه تحافظ على الخصوصيات الفرعيه مثل ما اسميناها وتسعى للحفاظ على الهويه الاولى وهي المواطنه. فانا ادافع عن السنه عندما يظلمون وادافع عن الشيعه والكرد كذلك عندما يقع عليهم الحيف وهذا لا يعني عندما ادافع على مكون معين اني قد انحست انحست لهذا المكون ضد الاخرين، هذه نظره ضيقه انا اتكلم حول مسؤوليه قانونيه وشرعيه ودستوريه في القيام بواجبي كرئيس لمجلس النواب. فلنترك هذه المسميات ونقول أننا نسعى لبناء عراق يشعر فيه الجميع أنهم موجودين ولهم دور ولهم فاعلية ولهم احترام ولا يوجد شخص يستطيع أن ينتهك حق العراقي ويبقى خارج المساءلة أو خارج العقوبة في وقت لاحق دولة رئيس الحقيقة قد لا يكون هناك المزيد من الوقت ولكن أسألك حقيقة ائتلافكم اليوم هو متحدون للإصلاح وأظن أني أطلقت عليه الوصف الصحيح أو الاسم الصحيح يعني متحدون للإصلاح يقال أنه لا يضم سوى مكون طائفي معين بل انه يبدو اقرب الى تمثيل الاسلام السياسي السني اي نحن حيال الوجهة الثانية من الاسلام السياسي الشيعي الذي يبدو كأنه هو ركب الاخطاء كلها هل انتم في قصد يعني هذه المواجهة لا ابدا متحدون للاصلاح هو تلاف كبير يضم قوى سياسية منوعة فيها الاسلامي وفيها الليبرالي وفيها التنوع المذهبي والقومي والديني بشكل واضح قوائمنا في بغداد رقم واحد ظافر العاني من يستطيع أن يقول أن ظافر العاني من الإسلام السياسي رقم ثلاثة في بغداد حيدر الملة الليبرالي الشيعي لدينا تركمان ولدينا مسيحيين ولدينا أكراد أها نعم كل الطيف العراقي موجود ولكن ثقلنا في محافظات محددة لها طبيعة سكانية محددة نقلت هذه الطبيعة إلى هذه القائمة لم نستثني أحدا في هذه المحافظات هل يعيش السيد في علاقة منسجمة اليوم مع الكرد على ذكر أن قائمتكم تتوفر على ممثلين الأكراد نعم علاقتنا مع الكرد ممتازة جدا مع الكرد كمكون ومع القياده ومع قيادة الكرديه نعم ولدينا علاقات اعتقد يعني قريبه من التحالف في كثير من المفاصل ولكن لدينا بعض الخلافات حول قضايا محدده نامل ان نستطيع حلها بالطريق القانوني والدستوري ولكن انا اؤكد مره اخرى ان متحدون للاصلاح هي فوق هذه القضيه والقوائم عندما تنشر الاسماء سترون التنوع العراقي الكامل داخل هذا الائتلاف. ولا ولا هناك احتمال، احتمال تشكيل القائمه العراقيه مره ثانيه ام الامر اصبح من الماضي؟ هو القائمه العراقيه موجوده يعني هي ممثله في متحدون، وهناك نعم. قوائم من العراقيه موجوده في يعني تظهر منافسه، ولكن ليس بالشكل القديم، حقيقه آه. العراقيه كانت آه يعني هي مشروع ممتاز ولكنه لم تحسن إدارة هذا المشروع وكان بسبب. هناك نوع يعني نوع من ضياع المسؤولية ضياع القيادة التي تحسم الأمور الآن متحدون قد اختارون إخواني رئيسا للائتلاف كقيادة واحدة تستطيع أن تقرر بموجب نظام داخلي وبموجب أمانة عامة أيضا تصنع وتصيغ القرار في العراقية لم يكن هناك نظام داخلي ولم تكن هناك قيادة معروفة خمس دولة رؤوس دولة الرئيس اسمح لي بال... بالوصف هل بدأ الأمر وكأنكم تركتم أيد علاوي وحيدا الدكتور أيد علاوي رجل محترم ورجل صديق عزيز وبالتأكيد نتعاون معه الآن وفي المستقبل ولكن أعتقد الشراكة التي كانت تجمعنا لم تنجح في حسم يعني القرار العراقي او القيام بما يريد المواطن في فتره كانت مضطربه ومثل ما قلت السفينه التي يقودها اكثر من من دولة, ربان ر... دوله الرئيس تغرق. دوله الرئيس اشكرك فعلا لهذا الوصف يبدو هو جانب اساسي من مشكله العراقي هل تعتقد ايضا ان السبب يعود الى تاثيرات اقليميه على اطراف العراقيه بحيث جعلتها ضائعه في هويتها وفي مسارها لا هو طبعا هناك ضغط اقليمي لعدم نجاح مشروع العراقيه في فترات كثيره وليس العكس لا لا طبعا يعني لا لا يوجد حقيقه تدخل ايجابي من الخارج مع العراقيه تدخل كان سلبي دائما وتدخل معيق لهذا المشروع وانا الوم يعني قياده العراقيه انها لم تستطع ان تتعاون بطريقه تنجح المشروع ولم تستطع ان تقنع المنتمين لها بوحده القياده او القرار الواضح الحاسم دوله الرئيس الحقيقه نعود وننهي باس المشكله بجوهرها كانت هناك علاقه متشنجه بين رئيس السلطه التشريعيه ممثلا بحضرتك و رئيس السلطه التنفيذيه ممثله بالسيد رئيس مجلس الوزراء عفوا نور المالكي. حقيقه بدا في احيان وكانه عادت المياه الى مجاريها بينكما ثم ما تلبث ان تنقطع مره ثانيه. ما الذي يجعلها ان تنسجم؟ لانه هناك من يرى ان بانسجام السلطتين التشريعيه والتنفيذيه تستقيم الامور. ما السبب في عدم استقاد حقيقة أتمنى منك جوابا صريحا وطبعا أنا قلتها سابقا وأقولها الآن ليس هناك خلاف شخصي بيني وبين الأخ والرجل أيضا يقول نفس الشيء ولكن نختلف في وجهة النظر في إدارة البلد أنا أعتقد أن الإدارة التي يقوم بها لا تتفق مع الدستور وفيها كثير من الاستعجال والقرارات ال التي لا تحقق المراد في بناء الدوله المستقره ال الامنه. وهناك نوع من التقاطع مع صلاحيات مجلس النواب نوع محاوله ال ال الهيمنه على المجلس النواب في منع القرارات التشريعيه في الحصانه البرلمانيه في ال ال المساءله في عدم القبول بالخضوع للمجلس والحضور والاجابه وال يعني حقيقة اتخذوا إجراءات سببت شلل مجلس النواب وعدم قدرته على القيام بدوره الطبيعي هذا ما يجعلني أغضب ولا أتعامل بطريقة صحيحة معهم وفي نفس الوقت تختلف السياسات والرؤية تجاه كثير من القضايا هذا يعني أمر في بعض الأوقات أنا كنت أقترب مع الرجل خوفا على العراق وخوفا على الانزلاق البلد إلى الأسوأ واتقاطع معه احيانا عندما وهذه ارى واليوم دوله الرئيس النجاي في اليوم العراقي يعيش مثل هذه اللحظه ما الذي ما الذي يمنع من ان تكون هناك لحظه مصارح على الاقل انا لست ضد هذا الموضوع ولكن انا اعتقد قد جربنا هذا الموضوع مرات وكرات ولم تتغير الامور الان نحن مع الشعب وسندافع عن حق الشعب سواء رضي الاخرون ام لم يرضوا. مهم. وسيكون هناك مواقف صلبه جدا اذا انتهكت حقوق الناس او تم ظلمها ظلما صريحا مثل ما يحصل الان وانا اقول يجب ان يكون هناك عوده للالتزام الدستوري وعوده للشراكه وعوده لل... لل... للثقه التي اولاها لنا الشعب في انه نكون خدم لهذا الشعب ولسنا طغاة او او حكاما فوق الشعب. انا احذر من انحراف مسار البلد الى شيء اخر غير ما الزمنا الدستور. فارجو ان تحسب الانتخابات هذا الموضوع في وقت قريب وارجو ان يتاح للشعب ان يدلي بصوته بطريقه صحيحه والا تثار الزوابع والقرارات المتسرعه واشعال النار في ايام التي مفترض ان تكون هناك تهدئه وظرف مناسب لاجراء هذه هذا الاستحقاق التاريخي. دولة الرئيس الحقيقة الهواء لك والفسحة ممكنة لأن تقول كلمة أخيرة للعراقيين. أشكركم أنا طبعا أمثل الشعب العراقي بموجب ما خولني الدستور وكنت خادما لهم وسأبقى كذلك. وأنا هنا في واشنطن للدفاع عن حق الشعب العراقي ولإيضاح الصورة الحقيقية ولمنع البلد من الانجرار إلى الأسوأ ولمنع البلد أن يسيطر عليه شخص أو حزب أو طائفة ضد إرادة الآخرين ولمنع البلد أن يكون فلكا يدور في حول دول معينة أو, أو, أو إرادات معينة وأرجو أن يقول الشعب كلمته وان يدافع عن حقه ولا يرضى بالظلم ولا يرضى بالاستعباد ولكنه شعب كريم سينتصر في الاخير ويحقق اراده العراقيين في بلد عزيز كريم بما يستحق وبما سترفع الرايه ان شاء الله رايه العراق الواحد. نشاركك اكيد دوله الرئيس مثل هذا الامل ومثل هذا المسعى اعزائنا المشاهدين الى هنا تنتهي هذه الحلقه من برنامج حوار خاص وفيها استضفنا رئيس البرلمان العراقي دوله الرئيس اسامه النجيفي من هنا من واشنطن هذا علي عبد الامير يحييكم على امل اللقاء في حلقات مقبله من هذا البرنامج دوله الرئيس اشكرك شكرا, شكرا جزيلا شكرا شكرا, شكرا الله يسلمك شكرا وسلام.